الدكتور محمد الأحمري ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله الضيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم في الصميم. هذه المرة سوف ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونسأل عن دورها ودورنا معها، وهذه الثنائية بين الخليج بين الخليج وأمريكا وبين أمريكا والخليج. ولن نقتصر فقط على الخليج، بل سوف نبحث في دور أمريكا في الثورات العربية ودور أمريكا في المنطقة وما يمكن أن يفعل في الداخل تجاه الداخل الأمريكي. طبعا لهذه الحلقة استضفنا الدكتور محمد الأحمري، أتمنى أن يكون حوار حميم وأسئلة في الصميم. حياك الله أبو عمرو، الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، شكرا لاستضافتكم. الله يخليك. أنا أريد أن أبدأ بحقيقة الدور الأمريكي في الثورات العربية. الثورات العربية يعني تباين الناس واضطرب الناس في حقيقة الدور الأمريكي، هل هي العرابة، هل هي استغلت الموقف، هل هي تتفرج ثم تريد أن تقرر فيما بعد؟ أنت كيف ترى الموضوع؟ أولا كان هناك إشكالية مواجهة الإسلام لأمريكا منذ أحداث السبعينات والثمانينات والثورة الإيرانية فما بعد، وتشكلت رؤية غربية أن العالم الإسلامي يتحرك، وأنه يتحرك بمواجهة وبانتقام، وأنه قد يكون نوع من الرابط مع قوى أخرى في العالم. والأفضل له أنه إذا كان لابد من مواجهة العالم الإسلامي فعلى الأقل يقسم، يفتت، في نفس الوقت تخلق أو تصنع داخله مجموعات موالية. الإسلام مثل دور كبير في القضاء على الشيوعية، وساهمت أمريكا رسميا وكما ساهم الفاتيكان، وحتى كان رابط العالم الإسلامي فترات مرتبطة بالفاتيكان في محاولة إيجاد حلف ديني ضد الشيوعية. ثم أيضا الإسلام ساهم في صد القومية العربية وانتصارها، ساهم في قضية مواجهة البعثيين. فكانت هناك عمل أمريكي غربي شديد في قضية أن الإسلام يصبح جزء من المركب الغربي ولا يكون جزء من المركب المضاد لها، لا يكون مع روسيا، لا يكون مع الصين، لا يكون مع هذه أعمال منذ الخمسينات منذ الستينات. وحتى الكنيسة اللي هي مثلا البروتستانتية شغلت واجتهدت في أن تكون الكاثوليكية والبابا جزء من مواجهتها مع الشيوعية، وذلك جاءوا بعض البابوات من بولندا، المناطق التي كان فيها مهاجمة وواجهة مع الروس. كانت هناك محاولة لجعل الإسلام جزء من المنظومة الأمريكية المضادة لروسيا. بعد ذلك أصبح هذا الذي كان جزء من الخصم الموالي فترة من فترات، من المجموعة الموالية فترة من فترات، أصبح يمكن أن يكون أيضا مضاد. ولذلك بدأت محاولة استقطابه، وكانت محاولات قد يعني مثلا في الخمسينات مع المواجهة مع عبد الناصر، البيت الأبيض استقبل بعض شخصيات الإخوان في محاولة أن يكونوا ضد عبد الناصر أو صف إسلامي ضد اليسار ذلك الوقت. استمر الوضع إلى المراحل الأخيرة في زماننا، أصبحت المواجهة في قضية هل الإسلام النامي القوي الآن من المناسب أن تصادمه أم أن تحتويه. المصادمة كانت مثال معها مع إيران، ولذلك كان الحل هو قضية الاحتواء. الاحتواء هذا يعني وجود علاقات جيدة مع الإسلاميين. أبرز المجموعات التي كان لها علاقة جيدة مع أمريكا ونجحت وتواصلت معها هي المجموعة التي في تركيا. التواصل معها كان قبل وصولهم للحكم بأكثر من 10 سنوات، منذ كانوا مجموعات حتى صغار في السن في الثلاثينات، كان التواصل والتعرف، وبحيث أن إذا كنت لابد أن تصل يوم من الأيام الحكم في تركيا على الأقل نتفاهم معكم وتكونوا جزء من المنظومة. في العالم العربي كان هناك تواصل مع كل هذه المجموعات، يمكن زيارة السفراء بعضهم، مقابلاتهم إلى آخره. الحكومات القوية سواء والإمبراطوريات القوية الذكية لا تفاجأ ولا تحب أن تفاجأ كما فوجئت في سبتمبر، كانت صدمة للجميع أنها فوجئت، وبالتالي كان الطريق الصحيح أن تعرف من هؤلاء، تقترب منهم إلى آخره. ولذلك مثلا لما جاءت مصر ما كانت مفاجئة، في تونس أيضا ما كانت مفاجئة، كان في علاقات مفتوحة قبل سقوط بن علي، كان في علاقات مع كل الأطياف. فبالتالي المعارضات داخل العالم العربي، الوضع الطبيعي للقوى الكبيرة أن تتعرف عليها. هذا التعرف يمكن ينتج صف، لا أقول أنه موالي، لكن على الأقل مفهوم ماذا يريد. لم يكن مناسب لأمريكا أن تصبر على جعل الإسلاميين في مصر وفي غير مصر عبارة عن خط خفي قوي يمكن يفاجئنا. ولذلك مثلا تكلم عن السعودية، قالوا أن هذا الصندوق الأسود، هذا البلد المغلق
لابد أن يفتح حتى نشوف إيش داخل القصة هذه، بين البلدان الأخرى مفتوحة. ولذلك حرص كان في حرص على فتح البلد من أكثر من جهة، سواء من قضية يعني تحويل الثقافة فيه، تغيير المفاهيم، أيضا التعرف إلى الناس، الزيارات إلى آخر، من باب المعرفة ومن باب التواصل مع ما يمكن يكون من تغيرات مثل ما حصل مثلا في دول عربية الأخرى. الذي يحدث الآن هو ليس عملا أمريكيا نفذ، لكن سبق هذا عمل وهو تهيئة كثير من الشباب في دورات الاحتجاج المدني إلى آخره، ونجحت هذه لنا أول تجربة للاحتجاج المدني، نجح أول مرة في صربيا. هذه تجربة كتب عنها روجر كوهين، كتب عنها كتابة جميلة وواضحة القصة هذه، ثم عدد من الكتاب، فأصبح هناك نوع من التدريب لمجموعات مدنية يمكن أن تؤثر ويمكن أن تسقط المجموعات وتكسر المجموعات اليابسة. كانت الولايات المتحدة هي من تشرف على هذا. هي لم تقم بالثورات، لكنها كانت تعرف الأشخاص، كانت تعرف التوجهات، لم تصنع. أبو عزيزي ما كان لأحد بعلاقة موقفه، لكن البلد كان محتقن. الذي أعد التونسيين للثورة هو بن علي. هذه الهمجية في التعامل والإغلاق للناس، الكبت الحريات، الحظر على المساجد، حظر على الصلوات، الذي أقام الثورة والسبب الأساسي له هو الكبت، وزارة الداخلية. نظرية بن علي في استقطاب وزراء الداخلية العرب واستعباد الشعوب العربية هو كان أول ضحاياها، وبالتالي هو له الفضل الكبير في إسقاط المستبدين، أنه هو يعني وضع نظرية لإغلاق البلدان والشعوب، تدمير كرامة الناس، مما جعل الناس لا يحتمون أكثر من هذا، لا أمريكا ولا غير أمريكا. لكن هل أمريكا تعرف تتواصل؟ نعم، وضع طبيعي، تعرفت على المعارضة التونسية في فرنسا، المعارضة التونسية في بريطانيا إلى آخره. هذا التعرف على الأقل نعرف ما هي توجهاتكم. يوم من الأيام أنتم لا يمكن إنسان عاقل يرضى بهذا الكبت الموجود في تونس، يعني قضية فطرية، الإنسان لا يحتمل مثل هذا الأمر. كذلك الوضع الذي وصل إليه قذافي وبشار، هذه الأوضاع الذين يعني مهدوا للثورات هم المستبدون بالنظم الهمجية التي أوصلوا لها الناس، ما يطيق الإنسان يستحب التنفس يتحرك. فهو الحقيقة هناك تدريب لهذه المجموعات في الاحتجاج المدني. طيب على مستوى العالم العربي، هل انتقلت هذه التجربة لتدريب ناس على الاحتجاج المدني لتغيير أنظمة؟ في دورات، في أعداد كبيرة جهزت لهذا الأمر في وين؟ في تقريبا في كل بلاد عربية، أغلب بلاد عربية تم فيها أو جيء منها بشباب تدربوا على الاحتجاج المدني، وفي موثقة وموجودة على الانترنت، في الخليج حتى؟ في كل الدول العربية. حتى في الخليج؟ في كل الدول العربية. الدور القطري في قضية يعني يقال أنه القطر هي الوسيط بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الإسلاميين في صفقة ما بعد الثورات العربية، ما هو طبيعة الدور القطري في المعادلة؟ ما أعرف شيء عن هذا الكلام يعني، ولا أتوقع أن في دور، لأن الثورات فوجئ بها كل العالم، ما كان مستعد أي شخص ولا يعرف أي شخص أن هذا الأمر سيحدث. لكن بعدما حدث أو بدأ يحدث، بدأ كل الناس يقولون ما هو دورنا، ما هي علاقتنا بما يحدث. لكن أن أحد صمم، لا مش صمم، أنا أتكلم أنه هي الوسيط بين الإسلاميين وبين أمريكا في علاقة ما بعد الثورات. لا أعرف شيء عن هذا، ما أعرف أنه، لا أعرف أنه هناك وسيط ولا أنه هناك شيء من هذا القبيل يعني. لكن في شيء يعني أظن أن الأمريكا حريصة عليه لحد كبير في قضية علاقاتها بالإسلاميين أو بغير الإسلاميين. هذه إمبراطورية لا تحب أن يذهب الخليج وللعالم العربي والعالم الإسلامي مظلتها، ولا أن تصبح مهددة بمواجهات عامة، فيتحرص على علاقات مع الأقوياء ومع القادمين في كل مكان. يعني مثلا الآن اليوم في تركيا يقولون 7 مليون دولار يعطون الجيش الحر، أو 8 مليون دولار أو أجهزة اتصالات. بالله ماذا تكون هذه الثورة؟ لا تكون شيء، ليست شيء، لكن من نوع أن نحن ساعدناك حتى يكون علاقتنا بك جيدة مثلا مستقبلا، ولا حقيقة ليس هناك من دعم قوي مريح ويمكن تقول هذا الأمر قام به الغرب. يريدون بدل هذه الأنظمة المستبدة التي كانت تواليهم، توالي الغرب على حساب الشعوب، أن يقول العلاقات أن تصبح مع الشعوب في طريقة هادئة وديمقراطيات موالية دون المواجهات المباشرة. يعني فالديمقراطيات القادمة في العالم العربي ستكون في الغالب ديمقراطيات موالية، أو على الأقل لا تعادي الغرب، وهذا مطلب أساسي في المرحلة القادمة، لكنها
بحكم كونها ديمقراطيات فلن تكون لن يكون التعامل معها سهلا كما كان مع المستبدين. كان الحاكم في جيب السفير، الحاكم العربي في جيب السفير الأمريكي مثلا، وبالتالي البلد كله في جيب السفير، فانتهى الموضوع ما في أحد. الآن لا، الديمقراطية حتى ولو كان الحاكم خاضع فهناك مؤسسات، هناك رقابة، هناك حريات تضمن حقوق عامة للناس. معناته الديمقراطية قد تكون مواملة. يعني النظام غير الديمقراطي أحسن لأمريكا بهذا، ليش تدعم النظام الديمقراطي؟ هو هي 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 مضطرة أن تدعم هذه التوجهات. هو الإنسان الذكي هو الذي يسبق إلى التعامل مع المرحلة القادمة، بدل ما تكون ضدي على الأقل أخفف المواجهة معها. يعني مثلا إسرائيل الآن لا تريد قضية الديمقراطيات في العالم العربي، لكن ما اختارت. إذا لابد أن تتعامل معه بشكل جيد وأرسل له تهنئات المرسي إلى آخره، لكن هو مضطر يتعامل مع هذا الأمر. هو يتمنى البشار الآن يقف ويبقى وكذا، لكن الوضع لا يحتمل. فبالتالي أنت تتعامل مع تغير ومتغير أصبح حاصل، لا فكاك لك منه، ينتقل المرحلة القادمة. لكن البعد الأمني لأمريكا في الخليج، يعني عندهم أهداف استراتيجية، ضمان تدفق النفط، أمن إسرائيل، عدم المثل مد الرؤى السوفيتي في ذلك الحين أنه ما يجي للمنطقة، هذه استراتيجيات عامة للمنطقة. وصول الإسلاميين وعدمه، هل ممكن يؤثر في هذه المعادلة؟ وصول الإسلاميين لن يوقف النفط، يعني وصول الإسلاميين في إيران، وصول الإسلاميين في أي مكان لن يوقف النفط لأي للغرب أبدا. إسرائيل؟ قضية إسرائيل لن يجعلهم في مواجهة، لأن مصر ليست قادرة على مواجهة مشاكلها الآن، فضلا عن قضية أنها تواجه إسرائيل. التطمينات التي حملتها كلينتون من مصر إلى إسرائيل نقلت في اليوم الثاني صباحا، تناقلتها الصحافة أن هيلاري طمأنت الحكومة الإسرائيلية أن مصر مشغولة يمكن لعشرات السنين القادمة بمشكلاتها، ليست في طور أنها تواجه إسرائيل ولا غير إسرائيل. قضية الثقافة الأمريكية على المستوى الاجتماعي، لكن في عامل متغير كبير جدا، وهو قضية أمريكا. الوضع الاقتصادي الكبير المؤذي جدا يجعلها تخفف من مصاريفها الكبيرة في العالم، يجعلها تخفف من وجود جيوشها في العالم، أفضل لها التعامل مع شعوب مسالمة وموالية، لا مع حكومات ولا مع شعوب مقهورة. هذه استراتيجية مهمة جدا بالنسبة لها. أيضا إن استطاعت تعمل من خلال وسطاء في المنطقة فهذا أفضل لها. الآن كمية، يعني سياسة تغيير الوسطاء في المنطقة، كمية الكتابات الآن في أمريكا، المنشورات الآن عن قضية تراجع أمريكا خيالية. موجود النزعة هذه عند الغرب من أكثر 100 سنة يتكلمون عن سقوطهم، لكن هذه الأيام أصبحت في أبحاث عن إدارة ما بعد الإمبراطورية، كيف ممكن يديرون الوضع القادم. فالوضع صعب جدا بالأسباب الاقتصادية، هذا يجعل ليس هناك من حاجة إلى مزيد مواجهات مع الشعوب ولا وجود الجيوش في الخارج التي مكلفة جدا. يعني في عام 90 في الخليج كان الجندي يكلف أكثر من 1400 دولار يوميا، الآن زادت التكلفة بأرقام خيالية. القتلى لا تحتمل أمريكا مزيد من المواجهات المباشرة، يعني من خلال الوسطاء وغيرهم هذا أخف لها. وتنامي الدور الروسي، هذا يفسر كلامك أنه هي تريد أن تتراجع اقتصاديا، أن ما تصرف كثير، وبالتالي سوف تتكثر قضية الأقطاب. يعني بدل ما يكون القطب الواحد أمريكا هو المسيطر، سوف نشوف أقطاب أخرى، ممكن يرجع دور لبريطانيا، ممكن يرجع دور لروسيا كما نشوف إحنا في مثلا دور اللي يسمونه دور البريكس، هذا المجموعة اللي البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا. هذه المجموعة مجموعة قادمة، قد تكون الباكستان أيضا تنضم لهذه المجموعة، فهناك تكون جديد في العلاقات وتكون مخيف للغرب، وبالتالي قضية حسم العلاقات وهدوءها في العالم الإسلامي مكسب كبير جدا لأمريكا. أن تكون العلاقات جيدة حتى تكسب هذا المعسكر ولا يصبح في ضمن المعسكر. الثقافة الأمريكية متغلغلة في الوسط الإسلامي والخليجي والسعودي تحديدا، يعني في الأكل يأكلون الهمبرجر، وفي البيبسي يعني في الشرب يشربون البيبسي، ويلبسون الجينز، وينظرون الأفلام الأمريكية. إلى أي حد هذه الثقافة الأمريكية تؤثر على الصعيد السياسي؟ بعض هذه الثقافة الحذر منها والتوتر الزائد ليس صحيحا. لماذا؟ لأن بعضها أصبحت ذات أثر عالمي. يعني مثلا قضية والله الإنسان يلبس الكرافتة مثلا ويأخذ البطاطس وكذا، البطاطس الآن ممكن تكون موجودة في أمريكا وفي غير أمريكا، والكرافتة يلبسها كل العالم. المعارض الشديد جدا المعادي لأمريكا يلبس نفس اللباس، فبالتالي بعض القضايا أصبحت كونية
فبالتالي لا تعتبرها قضية أنها فقط أمريكية. خصوم أمريكا هم كثير منهم يعني تتلمذوا فيها أو درسوا فيها أو قاموا ثورات ضدها إلى آخره. نفس اليسار الذي أقام روسيا هو الذي تربى في أوروبا، مثلا لينين عاش حياته مثلا في سويسرا وبريطانيا، ماركس مثلا كان في بريطانيا. فليست بالضرورة أن الأمر إذا كان غربي أنه سينتهي إلى ولاء غربي، ليس بالضرورة. هناك نوع من الثقافة التي أصبحت عالمية، أنا ما أنا لا يعني لا يعني لا أروج، لكن في نفس الوقت يعني أقول أن بعض المظاهر العامة لا نحتاج فزاعة يعني. أي نعم، لأنها أصبحت قضية كل العالم، يعني أخذ بطاطس ممكن تزرع على في أي مكان على وجه الأرض مثلا، والملابس ممكن تصنع في أي مكان، وبالتالي لا توجس هذا التوجس أن القضية يعني مصنوعات أمريكية الآن أصبحت صينية. أعرف تاجر خليجي راح حريص على مصنوعات أمريكية، راح لنيويورك، وهناك قالوا لي لا، مصنوعاتنا كلها هي أمريكية شركات، ولكن صناعاتنا في الصين، فبالتالي نحن نصنع لك في الصين. يعني مثلا الايفون والصناعات المؤثره جدا في العالم شركات امريكيه، استثمار امريكي ولكنها منتجات صينيه. ايضا الصين تنمو، يمكن تنتج لذاتها ولنفسها مثل ما تفعل جنوب امريكا، شو اسمها كوريا الجنوبيه الان في جالكسي مثلا وفي التلفونات الجديده التي تنافس وتقوى. لذلك اضطروا في امريكا سواء بحق او بغير حق ان يمنعوا التلفون يباع في امريكا، تلفون سامسونج مثلا. الآن سامسونج ما يباع في أمريكا؟ ما يباع، الجد الأخير ما يباع في أمريكا، استصدروا قرار وحكم المحكمة أنه ما يباع. ليش؟ قالوا أن هناك فيه بعض مركباته وبعض الاختراعات مخترعات فيه مأخوذ من الآيفون أو من الآي ماك أو تطويرات يعني الآي ماك والآيفون، شيء من وبالتالي الحماية. أي نعم، وبالتالي ليس لهم الحق، فاستطاعوا يمنعوا، نوع من محاربة الاقتصاد الآخر أن يأخذ السوق. كيف تتعامل أو تنظر الولايات المتحدة الأمريكية للشيعة في المنطقة خاصة من الشيعة العرب؟ أولا هناك في قضية الشيعة في دراسات حديثة في مؤسسات تهتم بقضية صناعة وجهة نظر مخالفة. أولا الواقع بالنسبة للثورة الإيرانية أن علاقة عداء مع أمريكا في المجمل، يعني لا تأخذ قطعة منها وتقول لا علاقة ولا، هو الأصل علاقة عداء ومواجهة منذ الثورة إلى الآن. تبقى قضية أن هناك مثلا مرحلة سلاح، مرحلة كذا، كونترا إلى آخره، هذه قضايا جزئية لكن المحصلة هم ضد. هناك نظرية الآن اللي مثلا يشتغل عليها والي نصر وغيره، يقولون أنه العالم الإسلامي السني كبير وهو مركز تحدي، المركز القوة التي يمكن أن تكون موالية للغرب هي منطقة الشيعة، وهي أقلية ممكن فاعلة مؤثرة، وبالتالي مستقبل إيران، مستقبل الشيعة في باكستان، مستقبل الشيعة في العراق في الخليج، هو سيكون مستقبل موالي لأمريكا ضد الأغلبية السنية. هذه مجرد دراسات لكنها تقدم في أعلى مناطق التفكير. لكن هناك حديث دائما يتكرر أنه العداء هذا اللي تتحدث عنه بين إيران وأمريكا هو عداء ظاهري وليس حقيقي، وأنه الأمور تدار من تحت الطاولة بكل أريحية، وأنه هي قضية توازن قوى للمصالح الأمريكية في النهاية. هم مضطرون لنقاط اتفاق في بعض القضايا، لكن الإجمالي العلاقة هي ليست علاقة ود. يعني مثلا الحصار الاقتصادي المفروض على إيران منذ عام 79 إلى الآن، هذا حقيقة كل الناس يشوفونها، يعني للبنوك لا أحد شخص يستطيع يعني يتعامل ببنك نفسه إذا كان خارج إيران ولا، وأيضا جسم قطع الطائرات، يعني في تضييق اقتصادي شديد وخنق، والمراحل الأخيرة دليل عليه. لكن هناك نقاط معينة اضطرت أمريكا أن تتعامل معهم في العراق، وسيضطرون مستقبلا في العراق، ويضطرون في نفس الوقت في أفغانستان. يعني في الوقت اللي أعلنت مثلا قضية حادثة الجبير وقتل الجبير، في نفس اليوم كان في لقاء حوار إيراني أمريكي في نفس اليوم، في نفس اليوم في ألمانيا. هذا الامر لا يعني لا ينفي ان هناك محاوله للضغط على ايران، ولكن في نفس الوقت هم مضطرون الى يعني لا في علاقه العداء، ولكن هناك تواصل على اصعده متعدده، يعني كيف يستطيع ان يكون له نفوذ يعني وعلاقات داخل العراق التي اغلبها موالي وهي قضيه شيعيه وحاكم شيعي في العراق، كيف يستطيع يتعامل معه بدون ان يكون هناك تواصل مع ايران؟ لا يستطيع. لكن ليش ايضا في افغانستان ليش امريكا طيب سلمت العراق للشيعة؟ يعني هم كانوا يتوقعون أنها عبارة عن حركة مجموعة متغربين موالين للغرب مثل أحمد شلبي، هذه المجموعة ستسلم العراق بكل سهولة إلى المعسكر الغربي، ولم تكن هناك يعني موقف واعي لا من جيران العراق
ولا من أمريكا بقضية المستقبل كيف ممكن يكون. لكن هل العراق مكسب لأمريكا ولا لا؟ المحصلة مكسب، وقتل أكثر من 4000، لكن أخذت نفط أكثر من 300 مليار على الأقل أرقامه في النفط، أخذت دولة كاملة، أخذت سياستها، قسمتها دينيا، قسمتها قوميا، فأنت أخذت مستعمرة بكل معنى الكلمة. وخسارة 4000 من عامة الناس لا يعني شيء بالنسبة للرأسماليين الكبار، يعني والله قتل 4000، قتل كذا، في الأخير أنت أخذت بلد كامل. يعني تعتبر الآن العراق هي أشبه بالمستعمرة الأمريكية؟ يعني في بعض الناس يقول مستعمرة إيرانية. مجلة مشهورة اسمها أتلانتيك مانثلي، من المجلات الأساسية المثقفين الأمريكان. هذه المجلة شهرية، وقبل دخول أمريكا وكذا خرج فيها مقال طويل يكاد يكون كتيب، يعني اسمه الولاية 51. فتكلم عن المحاسن العظيمة في قضية أخذ هذا الأمر. مارتن إندك نفس الوضع لما احتفل في الأسبوع الثاني وتكلم عن قضية دخول العراق وحكم العراق بأننا سنعيد نفس قصة التقسيم وكذا. إسرائيل يعني انتهت من العراق ونهي العراق من المواجهة، فبالتالي المكاسب عظيمة جدا من احتلال العراق، والعراق هو الآن محتل 100%. يعني قضية والله فيه برلمان المخبر، أفسد برلمان في العالم في العراق، أفسد حكومة في العالم. يعني الشخص راتبه $70,000-$80,000 شهريا، وفي نفس الوقت الكهرباء غير موجودة، طائرة هليكوبتر كان مفروض تأخذ مجموعة من يعني سرقة كاش دولارات، ما استطاع تطير من ثقل الكاش الموجود فيها. الشخص أو الشخصين كانوا يعني يسرقون الكميات، ما في يعني المناطق التي دخلوها أخذوا النفط، وقضية تعطي مجموعة وتفسد هذه المجموعة ما هي مشكلة. يعني يعني الإمبراطوريات هي تخاف من الفساد، ماذا تخاف من الفساد أن ينتقل إليها. وبالتالي طلعت الدراسات تقول أن الفساد الموجود في المستعمرات في الخليج، العراق وغير العراق، فساد المستعمرات الأمريكية، فساد المستعمرات قد يفسد المستعمر نفسه. الموظفين يجون يشوفون أخلاقيات الموظفين والحكام والفساد عندهم، فيفسدونهم ويحملون الفساد إلى بلادهم، فهم يخافون من الفساد العراق على أمريكا، على الموظفين الأمريكان، بس على هالنظرة الدبلوماسيين. لكن من ناحية المكسب مكسب كبير. على هالنظرة أنت تقول إنه كل يعني المنطقة كلها العربية مستعمرة عند بيد الأمريكان؟ لا، أنا ما قلت المنطقة كلها، قلت في مناطق. أنا أظن الإنسان الواعي اللي يعرف وين المناطق المستعمرة وغير المستعمرة. يعني ما أدري، أنا ما أعرف أنت وش المناطق المستعمرة. يعني تكلمنا عن العراق وهذا يكفي الآن. طيب دكتور، قضية الانتخابات الأمريكية ما يعني إلى أي حد ستؤثر يعني فوز الديمقراطيين أو الجمهوريين على الأحداث في المنطقة؟ هل ستختلف السياسة الخارجية للولايات المتحدة أو أنه لا ما في فرق جوهري؟ إذا لاحظت أن مثلا الآن مشغولين مثلا بالحصل في ليبيا والحصل في سوريا، فقلت جاذبية ما يحدث في أمريكا لأسباب. أولا أصبحت مشكلاتهم الداخلية وأزمات داخلية كبيرة جدا، وأصبحوا مهتمين هم بقضاياهم الداخلية خاصة القضية الاقتصادية. اليوم مثلا عين من سيكون ربما نائب رئيس لرومني مثلا، وهو شخص اقتصادي، وأيضا المحافظين محافظين دينيا ومحافظين اقتصاديا. فالأزمة الاقتصادية خانقة، وبالتالي مشكلتها داخلية، والنظرة الخارج أصبحت أقل مما كان في السابق. فهذه قضية حتى على مستوى الجمهوريين، على مستوى الحزبين، على مستوى الحزب الأزمات الداخلية لها الأولوية ولها طبعا هي دائما كانت الأولوية، لكن هذا الزمن أكثر وألح، لأنه منذ الحرب العالمية الثانية لم تحصل أزمة اقتصادية مثل هذه الأزمة، فمشكلتهم الداخلية أكبر، وبالتالي التوجه داخلي أكبر من الاهتمام في الخارج. توقع أنه أوباما يستطيع أنه يكرر فوزه بالانتخابات؟ الآن النظر أنهم متقاربين الآن. طبعا هو ما زالت قصة كونه أسود وكونه متهم أنه مسلم وإلى آخره تظهر ما بين وقت وآخر. لكن الخصم ليس بنفس الكفاءة، المجموعة القادمة ليس بنفس الكفاءة. الإعلام يبدو أن اليهود قد يتجهون إلى رومني، طبعا ما في أكيد شيء أكيد من هذا، مع أن غالبا أن الديمقراطيين أن اليهود مع الديمقراطيين، لأن الأقليات مع الديمقراطيين، هذا السود مثلا واليهود العرب اليسار غالبا تجدهم مع الديمقراطيين، ومجموعات المحافظة البيض الكنيسة إلى آخر أغلبها مع الجمهورية. مع الجمهورية. يعني أوباما في الفترة الأربع سنوات الماضية فترة رئاسته يعني لم يحقق شيء يذكر، وكانوا الناس خاصة في المنطقة العربية يتفائلون كثيرا بالوعود التي أطلقها أوباما، لم نرى شيء. كان يعني تبين الخطاب العام والحماس العام غير لما يدخل شخص مؤسسة، لما يدخل مؤسسة تغلب المؤسسة على الشخص،
تغلب على شخصيته وعلى إمكاناته وعلى. فلما دخل هو الذي يتحدثون عنه بأنه استطاع أن يتبنى الحكومة ولم يغيرها. يعني استطاع مدافع عنها بس. الحكومة يعني ابتلعته ولم يستطع أن يؤثر فيها. مثلا وعد بقضية إغلاق غوانتانامو مثلا وإلى الآن ما زالت. لكن غير في قضية الاقتصادية إلى حد ما وتغيير كبير. وفي ظرف اقتصادي صعب في قضايا الضمان الصحي وكذا هذا يعتبر بالنسبة لأمريكا عمل كبير أن يحدث. لأن أكثر من 40 مليون شخص في أمريكا ما عندهم ضمان صحي. فأكثر من 40 مليون شخص هذا رقم كبير جدا. ويهدد المجتمع بقضية مشكلة الضمان الصحي وشركات التأمين الكبير. ولذلك أنا أقول شركات التأمين الصحي دخولها لمنطقة الخليج ستدمر المستقبل الوضع الصحي في المنطقة. ليش؟ لأنها تحول الصحة إلى عملية اقتصادية ربح وخسارة. تحمل المريض إلى زبون. إن كان غني عالجناه. إن كان فقير يموت ويرمى في الشارع. شركات التأمين في النهاية يهمها كم ربحت. الطبيب يهم في الأخير كم ربح. وبالتالي مستقبل الأمن الصحي في منطقة الخليج إذا استمرت على أن تأخذ الصورة الأمريكية الفاشلة هذه خطيرة جدا على مستقبل الصحة والمستشفيات. طيب إيش لكن هناك نوع من الحلول الوسيطة مثلا في كندا مثلا. بريطانيا طبعا ما دخلت في لم تتضرر التضرر الكبير حصل في أمريكا. أوروبا إلى الآن محافظة على نظام صحي جيد. لكن أمريكا فيها مشكلة صحية كبيرة جدا للناس والسبب تغول الرأسمالية تحول المريض إلى سلعة. الدول الخليج إقبالها على نظام التأمين سيجعل السكان عبارة عن سلع صحية. طيب وش الحل؟ إيش الحل؟ لكن النافذين ماليا أصحاب شركات التأمين الواصلين للحكم القريبين من الوزارات التجار سيسيرون باتجاه جعل المريض سلعة ويقولون أمريكا هي قضية فاشلة في أمريكا فشل كبير وهم يتراجعون عنه. لكن يبدو عندما يتراجعون عن شيء نحن نذهب له ونبدأ من جديد نتأخر 70-80 سنة ونأخذ تجربة. لكن إيش الحل أنت بنظام التأمين الصحي في الأمن الصحي في الخليج كيف يعني ممكن أن يعني يسير الناس له بشكل جيد؟ أن يبقى الأمر للحكومة دور أساسي فيه أو أن يعطى كل إنسان الحق أن يتعالج في أي مستشفى على مستوى واحد. من الذي يدفع تكاليف الحكومة؟ الحكومة حكومات الخليج يعني حكومة في النهاية ضد التأمين معناته. أنا ضد التأمين نعم. أنا مثلا أنا عشت في فترتين لاحظت النظام الصحي في أمريكا ونظام الصحي في بريطانيا وما كنت مثلا من الناس اللي كان عندهم أي غطاء صحي حكومي مثلا. فالفرق كبير جدا. أتكلم عن حياة الناس العادية. قدوم الشركات الصحية تدمير البنية الاقتصادية تدمير البنية الصحية وإنهاء أخلاقيات حتى الأطباء وكذا. يصبح الطبيب تاجر ينظر إلى المرض كسلعة وإلى المريض كزبون. المريض سلعة اللي جاي سلعة. هو والله 800,000 800,000 ثمنه كذا كم ممكن أخذ منه. هو يأمن مع أي شركة مع شركة غالية مع شركة رخيصة كم ممكن يدفع المريض. هذا مستقبل يصبح المريض سلعة وهذا وضع خطير. أوروبا إلى الآن تحاول أن تكافح هذا المرض القادم من أمريكا. لكن سقوط الشيوعية لا يعني فتح مرة أخرى قضية إمكانية استعادة الرأسمالية الحاسمة أو الحادة في أوروبا. أريد أن أستكمل معك هذا الحوار ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد. دكتور محمد أنا أريدك ما الشيء الذي يمكن أن نفعله نحن في الداخل الأمريكي؟ يعني هل يمكن أن نسوق الإسلام والثقافة العربية والأشياء الحضارية الموجودة عندنا في الداخل الأمريكي بسهولة؟ كانت الحكومات العربية مثل ما هي تعاني في داخل بلدانها من ضعف الثقافة السياسية لا تتخيل أنها في الخارج أذكى. مثل ما هي تعاني في داخلها من أمية سياسية في التعامل مع مواطنينها مع سكانها مع تخلف كبير جدا هي في الخارج أسوأ. لذلك مثلا لما حصل أحداث سبتمبر كل الأموال العربية التي تصبت في أمريكا لم يخرجوا بصحفي واحد يدافع عنه. ما في كل المجموعات المرتشية يعني أحد السفارات كان عندها 150 صحفي يأخذ راتب منها 150 صحفي أمريكي. لما جاء يوم سبتمبر ما منهم ولا واحد استعد. طبعا قد يكون الضغط كبير لكن في نفس الوقت لا أحد من الإعلاميين أو السياسيين في أمريكا يمكن أن يحترد الدول العربية لأنها تعاني من أزمات مشروعية في داخلها
من أزمنهمية سياسية في داخلها، وبالتالي لا تتوقع أنها عندها شيء من الذكاء في الخارج إلا في قضية الرشاوة وتوزيعها. وبالتالي حتى بعض السفراء أبعدوا بسبب فساد واشنطن بقضية الرشوة. فهذا الوضع لا يمكن يعطي قيم. وذلك نحن مثلا أثناء العمل السياسي والاجتماعي في أمريكا كان لابد أن نثبت للمسلمين والعرب أن لا نعرف أحد، لا حكام ولا سفارات ولا كذا، حتى نكون محترمين أمام الناس. يعني هذا شرط للأسف. هذا يعني كان يعني الحكومات العربية شكلها عند الشارع الأمريكي غير محترمة، فاسدة مرتشية وشيء من هذا. طبعا غالبا الناس الجاهل لا يعرفون عنها شيء، إما يهولون منها ويحتقرونها. لكن عند من يعرف الأوضاع لا. أريد أن أستعرض معك مجموعة من الصور، ولكن قبل هذا أريد أن أخذ خبر أو خبرين نستعرضهم معك ثم نعود. نشوف الخبر الأول مع بعض. المقريف رئيسا للمؤتمر الوطني في ليبيا. المقريف يتفوق ب 113 صوت إلى يمكن 85 لعلي زيدان، مع أنه علي زيدان هو ليبرالي مستقل ومقريف إسلامي، والذي يشاع ومعروف أنه الليبراليين هم يسيطرون على المؤتمر الوطني في ليبيا. كيف فاز المقريف؟ أولا المقريف صاحب تاريخ طويل، كان صاحب منصب في ليبيا قبل إعلان معارضة في 80 و 81، استقال في نهاية وسط السبعينات وكان سفير في الهند، فله تاريخ سياسي معروف في الجبهة. هو كان زعيمها، شخص مثقف محترم داخل ليبيا، وكان من أهم وأول المواجهين للقذافي، وعاش مطارد إلى أن رجع الآن معزز مكرم مثل المطاردين في الدول العربية الأخرى في تونس وغيرها. فبالتالي هو صاحب رصيد، الآخر ما كان عنده الرصيد هذا. القضية الثانية، الكلام من المجموعة المضادة أن هي عندها ليبرالية، أظن فيه نوع من المبالغة في ليبيا. الخط المقابل في ليبيا ليس ليبرالي، يعني مثلا جبريل السبب الأساسي لفوزه هي قبيلة أورفلة كأكبر قبيلة في ليبيا، 5 سكان ليبيا، فقضية القبيلة هي السبب وليست قضية ليبرالية. أيضا جبريل ليس ليبرالي، تضع مثلا مثل المرزوقي مثلا، المرزوقي ليس ليبرالي بمعنى الليبرالية يعني. الليبرالية الأمريكية هو أقرأ إنعم يسار، لكن في قضية موقفه من الدين مثلا. يعني هو ليس إسلامي أكثر من أنه ليبرالي. هو الرجل أيضا محافظ مصلي إلى آخر، هذا جبريل. لكن السبب الأساسي في الفوز هي قضية القبيلة. هذه قضية. القضية الثانية أنه حتى من الذي سيحدث بعد ذلك ليس بالضرورة، ليبيا أنا أظنها أبعد مناطق الثورات عن قضية الليبرالية. الذين حسموا الموقف من القذافي هم المجموعات الإسلامية، وجزء كبير منهم كانوا جهاديين أو عامة الناس. ليبيا ليست منطقة ليبرالية، أكثر محافظة أقرب إلى الوضع اللي كان في نجد ولا في غير نجد من ناحية. يعني ما يشاع أن الليبراليين تفوق على الإسلاميين هذا مو صحيح يعني. لا في, في, في ليبيا لا، أنا ممكن أتوقع في بلد آخر، ممكن أتوقع في يعني السوق. البعد القبلي هو البعد القبلي هو الأساسي، البعد المناطقي هو الأساسي. في ليبيا فيه نوع من التقسيم الحاد إلى 3 مناطق، مثل الدول العربية المقسمة مثلا فيها التقسيم هذا، فالشرق والجنوب والغرب. وكان حاد حتى في المجلس البرلمان القديم في ليبيا، مرات كانوا يسمونه في برلمان يعني يسمونه غرابة مثلا، والبرق الشرق. فواحد من الشرق يسمى واحد يتحدث ايضا من الشرق في البرلمان يقول ولا غرابة في ذلك، قال الحمد لله اللي ما فيها غرابة، اتوقع انه يعني ما في احد من الغرب يعني، وبعد اللغة العربية ايضا. نعم. فالتقسيم المناطقي اساسي، لانه مثل حكام يعني مثل عندنا مثلا في المناطق، قضية القبيلة هي قبل كل شيء، او المنطقة قبل كل شيء، والوطن اخر شيء. فهذه التقسيمات في ليبيا إلى الآن المنطقة عندنا المنطقة مقدمة على الوطن عندنا هنا؟ عندنا القبيلة أولا، وبعدين المنطقة والعلاقات، والوطن نظن يعني ليش؟ آخر شيء. ليش الوطن يأتي في ما في بنية وطنية؟ ما في بنية وطنية؟ لا ما في ثقافة. مشكلتنا في ثقافتنا الوطنية ضعيفة؟ ثقافة أولا أن يكون هناك مواطنة يعني مشاركة، أن يكون للناس دور في المشاركة في مصير بلادهم. فإذا لم يكن للناس مشاركة فلا تفترض أن يكون هناك مواطنة. يعني ضعف المشاركة هو اللي أدى إلى ضعف المواطنة؟ إذا كانت هناك مواطنة، المواطنة تعني المشاركة بالضرورة في حياة الناس ومصيرهم، مشاركة المناطق، مشاركة القبائل، مشاركة الفرق،
المذاهب الأجناس إلى آخر، لكن نحن عندنا عبارة عن قبائل. وبالتالي تستغرب الآن في يعني في ليبيا مثلا رجعوا للعشائر، في العراق رجعوا للعشائر بشكل خيالي، لأن صدام حسين كان هو يرى نفس الوطن. الحاكم تجعل الوطنية ولاء للحاكم، هذه خيانة للوطنية. الخيانة الوطن هو مشاركة، المواطنة مشاركة. إذا وجدت المشاركة وجد وطن، إذا لم توجد المشاركة لا يوجد وطن، ما توجد مواطنة، يوجد نوع من المجاملات والوساطات والبدائية في التعامل، ولك قريب الفلان ولك واسطة ولك معرفة وكذا، لكن قضية لك حق والفلان حق لا. لأن بعضهم يقول أن المشاركة موجودة في أذهان المثقفين والنخب فقط، ورجل الشارع العادي لا ينظر إلى قضية المشاركة السياسية، هو يريد شارع جيد، يريد مدرسة جيدة، يريد خدمات فقط. يعني هو يمكن تفهم الأمور هذه على حسب مستويات الوعي الناس، لكن هو مثل معرفتنا مثلا بأي جهاز من الأجهزة، بمقدار ما نتعلم أكثر ونعرف الجهاز هذا نعرف مركباته. فكون أمي تعذر أنه يرى المواطن، هذا له حق أن يرى المواطنة مواصلات، هذا له حق يعرف، لكن في منتهاها هل هناك مشاركة للناس أم لم تحصل مشاركة؟ المواطنة لم تحدث في مناطقنا، وبالتالي لا تقول للناس اسمع. ولذلك هم مثلا لما يفاجئوا الناس ضدهم هم ما انتبهوا أصلا أنك لم تشارك أصلا في شيء، لم يكن له أي نوع اعتراف به، وكان ينافك ويكذب عليك في السابق وتكذب عليه أنت بالمقابل، لكن ما حصل شيء. يعني كل ما زادت مساحة المشاركة كل ما زادت مساحة المواطنة. إيه، مواطنة مفاعلة مشاركة. ما حصلت هذه المشاركة السليمة النقية، إذا لا تنتظر من الناس مواطنة صحيحة. قضية تسليم المجلس الوطني الانتقالي للسلطة بهذه الطريقة وبهذه السلاسة وموقف مصطفى عبد الجليل، كيف ممكن تقرأه؟ أولا مصطفى عبد الجليل يعرف أن هذا الناس قاموا بثورة، وأنه كان واجهة للناس أكثر من قضية جهده الشخصي، فاعتراف أن الشعب نفسه حقق نفسه، أقام النظام الذي يريد، وهو يعرف أنه لا بد أن يصل إلى هذه القضية. وأيضا هو من البداية قام بهذا الأمر معلنة، هو ما قام بالثورة، الناس هم الذين قاموا بالثورة، هذا حقهم يعني، وأنا أظنه لا يملك إلا هذا الأمر، ما عنده خيارات أخرى. قضية المرجعية الإسلامية والعلمانية في ليبيا كيف تشوف أنها ممكن تحدث في ظل هذا البرلمان على القرار التونسي مثلا، ولا بكلهم حالة فريدة؟ ليبيا يتحد المخاطر فيها أكبر، ليست مثل مصر ولا مثل تونس. ليبيا الطبقة المتعلمة القليلة غالبا هربت للخارج، قامت في أمريكا وفي أوروبا، كل ما كان متعلم مثقف اضطر أن يكون معارض للجو غير العقلاني الموجود، فبالتالي خرجوا، فمجموعة قليلة. المجموعة التي في البلد يخونونها الناس ويتهمونها، مع أنه ليسوا كلهم بالضرورة موافقين للقذافي، لكن الظروف جعلتهم في هذه القضية. عامة الناس عاشوا أميين وبعدين عن السياسة لكل هذا الزمن، ولذلك الحاكم السيء هو الذي يحرم الناس من السياسة، الحاكم الناضج هو الذي يعطي المشاركة. وبالتالي حتى الناس لو أخطأ تفهموا، وإن أصاب شكروا لأنهم مشاركين، لكن إذا أحرم الناس من السياسة نهائيا يتحمل هو الوحده الخطأ والصواب، فيفاجأ بما لا يتخيل في أي لحظة من اللحظات. وبالتالي يعني ردم المسافات والخنادق بين الناس والحكومات ضروري جدا في المرحلة القادمة. قضية الفضاء العلماني والشريعة، هذه اللي قضية العلماني والشريعة. أولا شعوبنا شعوب مسلمة، لن تنتقل يعني فجأة إلى نظرة تستبعد فيها الشريعة، تستبعد فيها الإسلام، لا في ليبيا ولا في غير ليبيا ولا في تونس نفسهم. يعني مجموعة المشاركة المشاركة في تونس مجموعة الإسلامية الناضج القوية صاحبة الرؤية الإسلامية وصاحبة الرؤية اليسارية، التقوا في منطقة في الوسط، هؤلاء حددوا رأوا بعض رؤاهم غير صحيحة، قصة الخلافة مثلا وإعادة الخلافة والخليفة قضية غير ممكنة وغير زمانها، والتفكير فيها في هذه اللحظة غير منطقي. إيجاد حكومة تحترم دين الناس وفي نفس الوقت تحترم التطورات الحديثة، يعني مثلا تطور النظام السياسي في العالم أصبح ديمقراطي. نعم. هذه الديمقراطية أصبحت هي مصير أي دولة ناضجة وأي مجتمع متطلع لعدالة سياسية. دون وجود النظام الديمقراطي يستبعد وجود العدالة، غير متصورة في هذا العقل القادم. يعني أنت الآن كأنك تقول أنه الديمقراطية حتم لا في طريق ثاني. نعم، في قضية ليبيا مثلا، في قضية تونس، في سوريا، في مصر، كل العالم العربي مستقبلا الذي ليس ديمقراطي سيجد نفسه هامشي أو معادي للشعب، لابد أن يصير في هذا الطريق.
لأن هذا هو اللي ماشي على العالم. يعني مثلا نحن وصلنا إلى الصناعات والرفاه في الحياة من أسباب الأساسية في وجود نظم ديمقراطية احترمت الإنسان وعقله. يعني مثلا يعني لا يمكن يحترم الإنسان ولا يحترم عقله إلا بطريق واحد هو طريق الديمقراطية، طريق المشاركة. أعطني مشاركة، هذا يعني نظام الشورى في الإسلام أنسب النضج، أنسب الطرق أنسب الطرق للحكم السليم هي قضية المشاركة. المشاركة ما عرفنا فيها طريق يصل بشكل سليم وجيد إلا الطريق الديمقراطي. إذا في بديل ما أحد يحرمكم، هذا يقول لك لا. في الوضع الإسلامي كانت بدايات، هذه البدايات لم تنضج. يعني لماذا مثلا قتل 3 من الخلفاء الراشدين 4؟ هم أسسوا لطريقة البحث عن الرشد وليس نظام راشد منتهي، لا، البحث عن الرشد يبحث أنسب نظام. عمر بن الخطاب قال 6 ويختارون 1، عثمان وعمر كانت انتخابات والأغلبية كانت في النهاية حسمت لعثمان. تسمي هذا الديمقراطية؟ إيش تسميه؟ نعم، ما عندك حل. أريد أن أنتقل أيضا إلى خبر ثاني سمحت لي، خلينا نشوف الخبر الثاني على السريع. وفاة الشيخ عمر الأشقر. الشيخ عمر الأشقر يغادرنا إلى الآخرة، ما الذي يمكن أن تقوله في مثل هذا المقام؟ الشيخ عمر رحمه الله شخصية لها مكانتها واحترامها، لها ثقافتها المؤثرة. شخصية لا أعرفه، أعرف أنه من المجموعة التي كسرت الصور في المدينة في عام 84 هجرية، كان مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكان مع أخوه محمد الأشقر، كان مع الألباني، كان من المجموعة التي كانت تلك الأيام في المدينة المنورة. نعم. هذا الشخص مثل غيره نضج وتحولت كثير من الآراء اللي عنده، ولا أظن في آخر حياته يتصور أن هذا الشخص يمكن كان يعمل هذه الأشياء التي عملها في أيام شبابه، لكن كان منارة علمية مؤثرة محترمة عاقل، كتاباته تنم عن نضج رحمه. نعم. الله رحمه الله. أريد أستعرض معك مجموعة من الصور وتعلق عليها، نشوف الصورة الأولى مع بعض. هذا شعار يمكن تعرفه، شعار التجمع الإسلامي في أمريكا الشمالية. أنت رأست هذا التجمع فترة طويلة، هو تأسس قبل ما تكون أنت موجود ولا؟ لا لا، أنا اللي أسست. أنت اللي أسست؟ أسست مع مجموعة من. حدثني عن هذا التجمع. يعني وكانت عام كم أسسته؟ كان هذا بداياتنا في اجتمعنا في نوفمبر عام 91. 91. نعم. في عام أولا في نهاية الثمانينات كانت أمريكا مقسومة قسمين، يعني كان في الجمعية الإسلامية اللي هي الإسنا، أغلبها الهنود والباكستانيين وناطقة بالإنجليزية فقط، وكانت منظمة الشباب المسلم العربي. ومنظمة الشباب المسلم العربي كانت ملتزمة بخط معين، وكانوا فقط الإخوان، وكان ما كنا نجد أنفسنا فيه. كانوا إخوان مسلمين فقط. نعم، أو على الأقل النفوذ الأساسي فيه. فكنا مجموعة كبيرة مثلا سواء من الخليج ومن غير الخليج، كان مثلا يطلب منا تمويل ولكن دون مشاركة، يعني مثل ما حصل عندنا، مثل ما حصل زمان عند البريطانيين لما قالوا يعني إذا كان في ضريبة لابد يكون فيه مشاركة في التصويت، وإذا ما يمكن نعطيك ضريبة بدون، وبالتالي كنا ندفع مثلا نشارك بالمال، لكن في الأخير قرارات ما كان في شيء. نعم. أيضا في مجموعات كبيرة داخل أمريكا، جمعيات ومساجد إلى آخره، غير منتمية لشيء. فبدأت اتصالات بهذه المجموعات وأسسنا أيان اللي هو اختصار إسلامك أسمبلي في نورث أمريكا. هذا التجمع بدأ صغير، بدأنا من يعني درجة من الصغر لا تتصورها، لكن في بعد ذلك أصبحت لنا فروع وأعمال كبيرة. لما جاءت أحداث سبتمبر بعد أكثر من 10 سنوات كان الوضع صعب جدا. كان عندنا مؤتمر سنوي كبير آخر عقد سنة 2011، كان عندنا منشورات كتب، كان عندنا مواقع انترنت، كان عندنا دورات، يعني كان نوع من الحياة رائعة. كانت تستهدفون أنتوا العرب الموجودين في أمريكا ولا تستهدفون الأمريكان هناك؟ في البداية حقيقة بدأ اهتمامنا بالعرب، لكن تقريبا من السنة الثانية بدأنا نتوازن إلى حد كبير، نهتم بشكل أساسي بالمسلمين الأمريكان. وليش ضعف هذا التجمع وتركته أنت؟ بعد أحداث سبتمبر ضربت جميع المؤسسات، جميع المؤسسات في أمريكا، جميع رؤساء المؤسسات الإسلامية في أمريكا حكك معهم في اليوم الثاني، أكثر من 200 شخصية. وأنت منهم؟ طبعا منهم، ما يعني زاروني ممن زاروا يعني.
بعدها بدأ الهدم المنظم لجميع المؤسسات، حتى المؤسسات التي كانت تعمل رسميا مع الحكومة وتدرب الجيش الأمريكي، لكن كونها إسلامية أصبحت في محور الشر. فأصبح المواجهة المؤسسات، يعني أولا كان هناك تصميم مجموعة متدينة متشددة في الحكومة الأمريكية على مواجهة الإسلاميين أيا كانوا، العمل الإسلامي والمساجد الآخرة، وما زالت مستمرة هذه المجموعات. فكان في ضرر كبير، كان في ضرب للمؤسسات إلى آخره، أصبح الوجود صعب. إذا كانوا قتلوا السيخ يعني سواء في الأسبوع الماضي أو تلك الأيام، قتلوا أقباط كتوقع أنهم مسلمين، فالوضع كان صعب إلى درجة أنه عمل المؤسسات كان غير ممكن. يعني الآن هذه الأحداث 11 سبتمبر ضربتكم في الصميم في قضية جدا جدا. نعم، كان أذكر مرة المرات كان عندنا دار نشر تابع المؤسسة، بعد ذلك جاءت الفاتورة لأحد المسلمين ومكتوب عليها إسلامك، كلمة إسلامي على الفاتورة. جاء واتصل وصح قال أنا ما اشتريت مؤسسة إسلامية، هو خاف مسكين على أن الشخص لو اشترى مؤسسة إسلامية. فالرعب تلك الأيام كان صعب جدا على الناس. طيب بعدها هدأت الأمور، استقرت إلى حد ما الوضع. تقريبا الخمس سنوات الأخيرة تغير الوضع، المؤسسات استقرت، هدأت إلى حد كبير يعني. لكن بعد 11 سبتمبر المرحلة الانتقالية، يعني بعد 11 سبتمبر من 2001 إلى 2006 ماذا صنعت في تلك المرحلة في التجمع؟ أنا كنت موجود طبعا وقتها. في البداية تواصلنا مع المؤسسات الإعلامية، وكان زيارات أحيانا أشخاص من الحكومة من غيرها، وطبعا هم يعرفون المؤسسات، هم أيضا وضعوا ميزانياتنا كانت موجودة على الإنترنت مثلا، وكانوا تبين يعرفون عنا ومكشوف للحكومة أكثر ما كنا نتوقع. كنا معروفين يعني، كل شيء كان يرسل، ما كنا ندري أصلا كان يعني كل شيء كان معروف بشكل عام. لكن ما كان عندنا أي إشكالية، ولا تقريبا السنة الأولى بعد الحادث مرت بنوع من الهدوء، لكن مع يعني وسط أواخر سنة 2002 بدأت الأمور تسوء. بقي العمل إلى 2003، وبعدها أصبحت الموارد الناس ما يتبرعون لها. كنتوا يعني تعتمدون على حكومات الخليج في التمويل ولا لا؟ لا لا، كنا اعتمادنا الأساسي على المسلمين الأمريكان الموجود، وحتى بعضهم غير مسلمين يتبرعون لأعمال خيرية، يتبرع المؤسسات، نقيم نشاطنا بأثمان مدفوعة، حضور المؤتمرات، يحضر المؤتمرات، اللي يحب يحضر مؤتمر يدفع بنفسه، وبالتالي هو يستفيد، لكن العمل مدفوع. يعني انتم مش مولين من جهات معينة؟ لا ما كنا مولين مؤسسات. ليش؟ ما كنا يعني مؤسسات. يعني لماذا لم تستغلوا الثروات الضخمة لدى حكومات الخليج في تمويل مشروعكم؟ أولا ما كان في صلات جيدة. قضية ثانية أن أغلب الحكومات هذه تشترط النفاق والولاء قبل التبرع. نعم. فهذه صعب انك مثلا تمارس بهذا الطريق. ما كان عندكم استعداد لشيء من النفاق ولا طيب الولاء في مشكله الولاء؟ انت توالي الحق وتخالف على ما عداه يعني، وهذا كان جيد، كنا نتمنى علاقات جيده مع كل العالم. لكن الاشكاليه انه لم تكن هناك رؤيه للمؤسسات الاسلاميه انها يعني مؤسسات ممكن نقيم علاقه معها جيده وتنفعنا، وقت ما كانت هذه النظره موجوده. ايضا السفارات في العالم العربي، السفارات يعني احيانا اذا كان بعض السفراء في دول عربيه الى سنه 2003 يعين السفير ولا يعطى ورقه فيها 4 أسطر 5 أسطر تحدد مهماته. يعني في اميه سياسيه شديده في العالم العربي، فمن باب اولى لا اتوقع هناك ذاك النضوج في التعامل مع السفارات وغيرها. لا هي تتعامل مع المجتمع ولا تتعامل مع المؤسسات بشكل جيد، او يطمعون ان هذه المؤسسات تعمل دور تجسسي على الطلاب او على السكان او على كذا. هناك موقع اسمه طريق الإسلام من نفس التجمع الإسلامي في أمريكا. هذا الموقع لا نرى فيه شخصية الدكتور محمد الأحمري، يعني أراءه سلفية متشددة. يعني عندما نقرأ لكتابات محمد الأحمري لا نرى شخصية محمد الأحمري حاضرة في موقع طريق الإسلام. ممكن تكشف الأمر هذا للناس لأول مرة أن يعني علاقة بالموقع. يعني تمشي الأمور أحيانا إذا توسعت وتتجاوز الأشخاص، وهذا أمر يحدث في كل مكان. يعني لست راضي أنت على يعني بعض المواد أرضى عنها، بعض المواد ليس بالضرورة، لكن هو خارج السيطرة يعني كان عندي. هو الموقع الذي يعمل فيه يعني متبرعين من كل مكان في العالم. حقق الموقع عادة الفترات الموقع الأول على مستوى الديانات في العالم كإقبال عليه وكذا. هذا الذين يعملون متبرعين، وبالتالي المتبرع تستطيع يعني في النهايه ان تخضع
لما يحب أن يضع النفس المصري حاضر شوي في الموقع ولا لا؟ حسب المتبرعين بوقتهم. حسب من عندنا مجموعات من أستراليا، من أمريكا، من كندا، من أوروبا، من كل مكان، في كل لغات العالم المشهورة تقريبا. يعني عبارة عن موقع هائل جدا بالنسبة لي. حتى كل الشركات نتعامل معها تجد صعوبة في توفير سيرفرات لنا. طيب أنت الآن غادرت الولايات المتحدة الأمريكية علشان أحداث سبتمبر. أنا كنت الحقيقة أريد الخروج من قبل هذا الأمر، لكن آخر بقاء آخر وجود لي هناك كان سنة 2003، يعني فما قطعت مباشرة، يعني بقيت فترة وبعدها خرجت. ندمت على أنك غادرت الولايات المتحدة؟ لا ما ندمت أبدا. ما الشيء الجميل الذي افتقدته، يعني رأيته في أمريكا وتحس أنه مفتقده أنت اليوم هنا؟ قضية الحريات، لكن نحن فقدناها في أمريكا قبل أن نخرج، فقدناها بشكل كبير، لكن بقي الشخص الأمريكي له حريته إلى حد كبير. هذه قضية لما يأتي الشخص العالم العربي فهو يعني يتخلى عن قيمة واحترام للإنسان لا يوجد في مجتمعات عربية. لكن هذه الحرية حتى عند الأمريكان، يعني لما تأتي مجموعة متطرفة وتحكم أو مثلا تسيطر تفوز بالأصوات، قد تصدر قوانين تحرم من الناس من حرياتهم في كثير من الأشياء. نعم، وهذا كان أصلا من النقاشات في القرن 19 عن قضية الديمقراطية، أن أحيانا تعطي الأغلبية السلطة تقهر الأقلية، وبالتالي جاءت قضية الديمقراطية الليبرالية حتى تحافظ على المذاهب وعلى الأقليات وعلى المجموعات التي لا تستطيع أن يكون لها غلبة صوت، يكون لها حق في الوجود وحق في التأثير. فالديمقراطية هذبت، لكنها فعلا يمكن يأتي مجموعة. نموذج بوش هو نموذج سيء لمستوى أمريكا. إذا كان بعض الأمريكان هاجروا إلى كندا، وهذه من فقدان حريتهم في بلدهم، مجموعة متطرفة حكمت لأول مرة في أمريكا، درجة مثلا وزير العدل من شدة التطرف الديني وضع ستار يغطي منحوته في وزارة العدل تبين صدر منحوته من تدين، كان تخرج من كنيسة وكذا، وكان لا يؤمن لمصطلحات الكنيسة. فكان هناك تطرف ديني شديد تعرضت له أمريكا في ذلك الوقت، وهو لبس اللباس الوطني، الدفاع عن الوطن. يعني مثلا التطرف الديني مثلا قد يتملق الحاكم بالطاعة له، أو يتملك بالوطن وكذا، من أجل يكسب أشياء ضد آخرين في داخل المجتمع. أريد أن أستعرض معك سمحت لي صورة أخرى، خلونا نشوف الصورة الثانية مع بعض. هذه الصورة هي شعار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أنت تخرجت من هذه الجامعة في أي قسم التاريخ أعتقد؟ تخرجت قسم التاريخ، نعم، في من أبها. من أبها. ثم ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. درست أنت بريطانيا في الدكتوراه والماجستير في أمريكا. لكنه أنت ما كملت على نفس البعثة، يعني أنت درست على حسابك الخاص. لماذا البعثة ألغيت؟ كان نقاش في جلسة مع أحد المسؤولين في الجامعة. هنا ولا هناك؟ هناك. زاركم هناك؟ نعم نعم، وكان مجموعة كبيرة يعني من الطلاب. شهود الجلسة كانوا كثيرين من الطلاب. تقريبا حوالي طلاب وعمداء كليات وشخصيات موجودة الآن يعني. فاعترضت على كلمة لها كانت خطأ يعني، كان غير معقول يعني. هو شو مدير الجامعة هو كان؟ فهذا المسؤول طبعا انتقم لنفسه بفصل الأحمري للبعثة. فلما جاء ترتيب فصل الأحمري فكان في واحد اسمه عبد الله الأحمري قبل محمد، ففصلوا عبد الله. وقعت في راسه مسكين يعني في الليل. ثم تبين بعد شهرين انه اصيب رجل الخطا، فبعد ذلك يعني ايضا فصلت انا، لكن فصلي كان نهائي بين فصل استطاعي، وكنا في نفس المرحله ووضع دراسي واحد وكذا الى اخره. فقضيه موقف يعني موقف ضد حريه فكريه في نقاش. يعني هو انت بس اعترضت عليه؟ اعترضت عليه امام 35 شخص. اعترضت عليه فيه؟ وش تذكر الموضوع؟ كان قال كلمه خاطئه يعني. وش تذكر الكلمه؟ اشوف يمكن الكلمه عظيمة. اذكر التفاصيل ولكن لا داعي لها على هذا البرنامج. لا الكلمه يعني. يعني ايش الشيء اللي انت اعترضت عليه فيه؟ يعني اولا هو الشخص لو كان موجود ويدافع عن نفسه كان لا احنا ما لكن شخص يكون معه موجود فغير مناسب انك تعطي حجتك وتتركه. هو يعني قناعتي ذلك الوقت والان انها كانت يعني غير معقوله، والموجودين يعرفون انها غير معقوله، لكن مناصبهم ورغبتهم وذل الحاجه وذل الوظيفه ذل الطلبه للاسف تحرم الانسان احيانا من كرامته الفكريه. هذا اللي يحصل في المؤسسات المستبده. بالتالي هذه البنية المستبدة هذه اللي تجعل العقول ضعيفة في المؤسسات الإسلامية. الجامعات مثلا أي بحث تقدم الجامعات الإسلامية يعني بحوث مؤثرة وكذا ما تجد، كلها لأنه إعادة الجامعة مثل المرحلة الابتدائية، ما في أي مغامرات فكرية، ما في أي شيء جديد. يعني مثلا كلهم يبحث عن الأمان يعني مثلا ما تجد شيء تقريبا، ما تجد شيء ذا قيمة.
عبارة عن مدرسة ابتدائية، لكن يصبح سنك فيها 30 و40، ونفس الطريقة في التلقي، نفس فيها حرمان أكثر، فيها تسلط أكثر. يعني الجامعات الحين عندنا كأنها مدارس ابتدائية، يعني ما أقول على الجميع ولا أقول لكل الناس، لكن للأسف يعني أحيانا مدير الجامعة لا يفرق بين مدرسة ابتدائية والجامعة، لأنه هو يعني ما عرف ما معنى الجامعة. أخذ دكتوراه لكن لا يعرف ما معنى الجامعة، لذلك مهم جدا. وش معنى الجامعة عندك؟ الجامعة يكون في حرية رأي للطالب، حرية أن يقول كلام آخر للأستاذ، أن يكون في أكثر من كتاب يشارك. يعني جامعة اليوم كم أخرجت من كتب في تمجيد ابن تيمية، كم أخرجت من كتب في نقد فكر ابن تيمية. إذا كان الجامعة سوي وضع طبيعي، مع أو ضد، ما هو الحق وما هو الباطل، حتى أنور هؤلاء الناس، أفتح عقولهم. وفي الأخير أنا ما أعبد لا ابن تيمية ولا جامعتنا موجهة أعبد الله. فهذا الظرف تجعل الجامعة عبارة عن مدرسة ابتدائية، بل حتى الحرية النسبية لعدد الطلاب وجهلهم وكذا، ما يعني هذا الموقف عذر بالجهل غير موجود حتى في الجامعة، لا يعذر. إذا كانت أبحاث أحيانا في بعض الجامعات تشرف عليها، لابد أن تسجل في مكاتب أمنية، مشكلة. لا يمكن أن يخرج بحث جيد في هذه الحالة إلا ما كان منسجم مع عقلية المسؤول. إذا ما في حرية فكرية، ما في مغامرة فكرية، بتكون فبالتالي الأفكار لا تتطور، الثقافة لا تتحسن، العلوم لا تحدث. أكثر الطلاب مثلا، أنا أعرف الزملاء أكثرهم تخرجوا، هناك ينتج وقد يسجل اختراع وينشر مجلات علمية رائعة، لكن مجرد أن يرجع ينتهي. ليش؟ ما في جو حر للمعرفة، للبحث ما في شيء. أهم شيء يكون عنده واسطة، الواسطة تقربه إلى كذا. ولذلك المناصب الواسطات، وبالعائلات والقرابات أو عن طريق النساء، وهذا الأمر، هذا المجتمع ما في حل. يعني في النهاية ليس هناك من طريقة علمية أو معرفية أو ثقافية يكتشف المجتمع نفسه، يقدم أحسن ما فيه ويقلل من سوءاته. نعم. هذا الموقف ما صنع شخص ناقم داخل الدكتور محمد، شخص يعني يشبه بالمعارض، شخص يحاول أنه اتخذ موقف، ولذلك هو دائما في كل مواقفه ليس في اتفاق مع المجمل العام. يمكن يكون يعني الجانب الفطري مع الإنسان، يعني قد يكون في جوانب حسنة وجوانب سيئة، كل إنسان ما يترك، لكن نعم. الذي أعرف أني أحاول في نفسي أن أقدم أصدق ما عندي وأحسن وأخفف من حتى العبارات اللي أقولها حتى أصل إلى أحسن ممكن. لكن مع ذلك ولله الحمد تقريبا طردت من كل مراحل التعليمية، يعني أنت مشاغب من الابتدائي، لكن يعني التفوق الدراسي كان يشفع، يعني ما كنت أتخلف، يعني مرة يمكن مرة في المراحل إلى الثانوية وكذا مرة أخذت الترتيب الثالث، نعم. بس في الغالب أنه الأول الثاني أكثر شيء، لكن كانت الإشكالات وكانت موجهة. كلها بمنطلق أنه كانت تريد أن تعبر عن ما بداخلك، كان موقف، كان رأي مثلا، كان كذا، بعضه كان يقبل. أذكر مثلا مدير المعهد العلمي في أبها أخرج إعلان مرة كان ضد زميلنا عايض القرني، وانا كنت فرحت وقطعت عايض ما غيره، نعم. رحت قطعت الاعلان من اللوحه، لما كنت اقطع الاعلان كان المدير يشاهدني، مشاهدي، فانا اشكره يعني هذاك الموقف ما طردت فيه، لكن طردت موقف اخر يعني. طيب اريد ان استعرض معك صوره اخرى اذا سمحت لي، خلونا نشوف الصوره الثالثه مع بعض. هذه صوره علي عزت بيغوفيتش، انت كتبت عنه كتاب، تحدثت في هذا الكتاب عن شغلتين، يعني يمكن أكثر شيء عن قضية الحرية وعن قضية الفن. لماذا أنت تحدثت عن هذا الرجل تحديدا؟ أولا حقيقة ما قصدت أكتب عن الكتاب، لكن النادي الأدبي في الرياض طلب محاضرة عن علي عزت بيغوفيتش، عن قضايا الإصلاح والحريات وكذا. قلت أنا ممكن أكتب عن الحرية، لكن لما قرأت وانفقت وقت عليه، ما كنت قرأت مذكراته قبل، وجدت الشخص هذا شخص فيه نفس بالحرية هائل جدا. أولا هو شخص نشأ في مجتمع شيوعي فكان مؤمن، فكان إيمانه يتنافر مع الشيوعية، ثم هو من أقلية ضد أغلبية كانت قاهرة له فمارس هذا، ثم أيضا سجن. رجل سوي، مفكر من أكبر المفكرين، لولا يعني أنه يعني هو درجة الأولى مفكر قبل أن يكون حاكم. وجدت في شخصية غريبة ورائعة جدا. كتابي لخصت أكثر آراءه، وما أضفت شيء إلا بحث وقضية علاقة الفن بالإيمان، ففصل أخير ما كان موجود في المحاضرة، لكن أحببت هذا العمق الفكري الذي كان عنده، هذه المعرفة الهائلة، إلى درجة مثلا تفلسف أو لها آراء في الأدب في الشعر الجاهلي، لها آراء في لغة القرآن، لها آراء يعني يقول إنه يعرف كل اللوحات
ويعرف يقصد يعرف الفن الرسم إلى درجة يكاد يعرف خصائص كل لوحة إلا ربما ما يعرفه الرسام نفسه. ما كان يترك أي فيلم مشهور إلا يشاهده. ألم بالروايات، كان يجيد تقريبا 4 لغات. سنوات طويلة في السجن يقضيها طول الوقت وأكثر الوقت في القراءة. كلامك عن كتابك الديمقراطية والكلام عن الحرية في الديمقراطية، تأثرت أنت بهذا الرجل؟ أنا تأثرت في قضايا علاقة الروح بالفن، في قضية في من خلال شخصيته وكتاباته، فتح لي أفق. كتبت آخر كتاب آخر عن قضية الفن، أنتظر إن شاء الله مباشرة بعد ذلك بعد فترة يعني، لأني طورت الموضوع فيه. لكن كانت ملاحظة سيرته وأفكاره مؤثرة جدا. في أما قضية الديمقراطية فهذا بحث آخر. لا يعني لا، أتكلم نفس الحرية، الكلام عن الحرية داخل كتابك، كتاب الديمقراطية كان فيه نفس نحسه، هو نفس النفس اللي موجود لما كنت تتحدث عن الحرية عند علي عزت بيكوفيتش. يمكن يكون، لكن قصة الديمقراطية مسألة أخرى. قد يكون الإقامة في الغرب والتعرف على نظم الغرب هي المدخل الأساسي لقضية الديمقراطية. هذه تقريبا أكثر. لا أذكر مرة في اجتماع كبير كنت أرأس أحد الاجتماعات، فوقف أحد الموجودين وكان من الأذكياء جدا وحقيقة شخص سأرجو كل مستقبل كبير في بلده يعني، فقال بأي مشروعية أنت رأس اجتماعنا، نحن لم ننتخبك. نعم. فكنت أنا على الجسم وقلت كلامك صحيح، من الآن إذا تختاروني أستمر، إذا ما تختاروني أترك المكان. وبدأنا عملية انتخاب، فهذه نقطة كانت جيدة. إذا كنت قادر تستمر، إذا ما أنت قادر ستساعد في أي عمل آخر، ليس بالضرورة أنك الكفء دائما يعني. قضية الترجمة، أنت كنت مستشار للترجمة عند مكتبة الأبيكان وجلست فترة، لكن ما استمرت التجربة كثير. لماذا لم تستمر هذه التجربة؟ وما هي الكتب التي من المفترض أن نترجمها؟ وما أثر الترجمة على قراءتنا؟ هذا بحث طويل وكلام طويل جدا. كانت تجربتي في الأبيكان تجربة جيدة. أنا قدمت لهم كتاب للنشر فطلبوني أني أعمل عندهم فترة، فعملت تقريبا 3 سنوات. كان واضح إلى حد كبير من أول يوم الأول، قلت للأخ لما قابلته قلت له أعطي القصة هذه تقريبا 3 سنوات. أنا أخاف من نمط العمل الواحد يضر بالإنسان، وجربت كل ما غيرت كل ما فتحت عالم آخر واستفدت منه، فكانت فكرة عندي محددة. أيضا وجدت عمل آخر فتركته لعلاقتي به ممتازة، وعمل عمل في النشر ما زال يعني عمل من بداية اهتماماتي كان فيه وإلى الآن أرى أنه عمل جيد. نعم. أنا أريد أن يعني في فرصة أخرى نتعمق في هذا الحديث أكثر قضية موضوع الترجمة، لكن أريد أن أستعرض ماذا أرسل الشركاء في تويتر لك من تغريدات. نشوف التغريدات في تويتر. فهد الدوسري يقول: بما أن الدكتور من مؤلفاته كتاب الحرية، ما رأيه في اعتقال الشاعر ابن الذيب مع العلم أنه لم يحاكم إلى الآن وليس عليه تهمة؟ هذه واحدة من التغريدات اللي تتحدث عن لما قلت أنا أن الدكتور محمد الأحمري كثير من التغريدات بهذا النفس، اللي هو نفس أنه هل الحرية اللي يتكلم عنها واللي أخذ فيها الجنسية القطرية، هل إذا صار شيء في قطر حيتكلم وحيمارس الحرية اللي هو يقول ولا لا؟ وهذه أحد التغريدات التي قد تعبر بشكل أو آخر عن نفس الفكرة. لا، أنا ضد اعتقال أي مثقف ما قام ب يعني تهيج اجتماعي، ما قام بعمل مضر للمجتمع. أنا ضد اعتقال هذا ولا غيره. يعني ضد اعتقال الشاعر. موقفي معه مثل موقفي من 11,000 أو 30,000 هنا أو في أي مكان آخر. هذه مظالم، هذه تعويق للمجتمع، هذا ضرر وبناء للتطرف. أحداث سبتمبر بناها السجون التي تمت هنا. هذا تحليلات. أحداث سبتمبر هي بداية عمل. أحداث سبتمبر بدايتها الاعتقالات المشايخ صفر وسلمان وغيره، لأنه التعاطف معهم آلاف. هؤلاء الآلاف كل ما تكلم أحد واعترض يسجن. إذا ما الحل؟ خرجت مجموعات تقاتل وترى الحل عسكرية. هذا الأمر في كتاب موجود في الأسواق وهو أهم الكتب التي صدرت، اللي هو الأبراج المشيدة، وغيره من الدراسات تربط أحداث سبتمبر بقضية الاعتقالات. الخطورة هنا أن يعني الاعتقالات المدنيين لمجرد الرأي هذا بناء للتطرف. اعتقالات بن علي هي التي أبعدته. اعتقالات السادات هي يعني التطرف في مواجهة التطرف يؤدي إلى تطرف أكبر. اعتقالات السادات المجموعات الكبيرة مجموعات هي التي قتلته في الأخير،
ولما قتل لحظة القتل كان أكبر أكثر مثقف في مصر بما حتى هيكل ويمين ويسار ويسار ويمين وإخوانه الليبراليين كل مجموعة ومسيحيين كانوا في السجون أي السادات. لما قتل كان فضيحة هو نفسه في موقفه المتشدد من المصريين أنفسهم. وبالتالي الاعتقالات تضر بأي مجتمع، لابد من التخفيف من هذا، لابد من فتح الحوار، لابد من تخفيف المظالم، لأن هذه المجموعة أشياء تحتقل نعم. ثم تتفجر. لكن هل السلم الاجتماعي نعم. السلم الاجتماعي يجب أن تبعد ما يعاديه الاعتقال مظالم كبيرة بدون مبرر. لكن ستمارس حرية التعبير في قطر وأنت مجنس؟ هذا السؤال اللي كان يطرحونه. أنت اختبرتني الآن أمام. هذاك ردك أنت ضد اعتقال ابن الديب. في ما في أي مكان يعني. نعم. والله ما عندي فيها. طيب أريد أن أشوف أيضا تغريدة أخرى إن سمحت لي. شوف التغريدة الثانية مع بعض. عمران الوردي يقول الأحمري الذي يتميز بإنصافه لكل توراة. لا رجعوا لي اللي ليش ما كملناها؟ رجعها. الأحمري الذي يتميز بإنصافه لكل توراة الربيع العربي لم يتفوه بكلمة عن البحرين، هل فرضت قطر عليه آراءها بعد منح الجنسية له؟ شوف نفس النفس. لماذا اتركنا من قطر خلينا في البحرين. أي نعم، أنا في قضية البحرين قدمت محاضرة كانت في القطيف وكان السؤال الأول أهم السؤال بعد هي قضية الموقف من البحرين. نعم. أنا الموقف من البحرين وموقف من أي مكان لابد من قضية الديمقراطية في البحرين هي سلام المجتمع الموجود في البحرين، هذا يعني هذا القول الآن وغير قبل وبعد ما له علاقة بأي موقف، لذلك لا يعني لا يفسر الأمر إنه يعني نقول الكلام هذا في مكان ونمنع في مكان آخر لا، لكن لو تبين لي إن فساد ديمقراطية معين بقول لك الكلام، لكن إلى الآن هي عندي الحل الأمثل. في بعض الناس يقول لك إحنا مش جاهزين للديمقراطية، التنمية أولى من الديمقراطية، الكلام من هالقبيل. هذا الكلام لسنا جاهزين، هذه نظرة متخلفة جدا. المجتمعات العربية جاهزة. البريطانيين لهم أكثر من قبل 400 سنة عندهم كتاب كيف مداولات في مجلس الأمم البريطاني كيف يتداولون النظام. يعني تظن الآن متخلفين 406 سنة عن بريطانيا؟ هذا كلام إساءة لمجتمعاتنا كبيرة، مجتمعاتنا مثقفة متعلمة وجاهزة، وإذا ما هي جاهزة نجهزها. نعطيها انتخابات حرة مباشرة. ولا نظن أن الشعوب حاقدة على حكامها، لا نظنهم حاقدين على الملوك ولا على الأمراء، ما في أحقاد، يمكن يكون في أفراد لكن هؤلاء ليه الأصل في المجتمع علاقات الجيدة، افتح الطريق للناس تجدهم طيبين أطيب منك ومخلصين أكثر منك، لكن تتهمهم وتكبتهم سيقولون لا مشكلة فيك ليست فينا، لكن لما تكشف المجتمع على حقيقة حاجاته وتعامل معه بوضوح وبإخلاص وبصدق سيتبين لك نقاط الضعف في عندك وعندهم ونقاط الصلاح. شكرا. ونتجه بعد ذلك إلى بناء عام. شكرا دكتور محمد. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور محمد الأحمري أنه يقول فصلني مسؤول في الجامعة من البعثة لأني اعترضت عليه. السلام عليكم.